أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة
الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا وكان عهد الله